see it. Dwight. جورج جورج وعن الثري بوينتس وعم بيسجل جورج لاعب لجوردن لانجيلو انجيلو بده يكمل على الباسكت انجيلو بالدنك دنك ولا اجمل من اللاعب انجيلو ليرفع الفارق لعشر نقاط 14-4 سويلم سويلم بده يكمل على الباسكت وعم بيسجل سويلم من امام اللاعب انجيلو لفهد ناصر خالد بده يجرب على الثري بوينتس خالد وعم بيسجل خالد عبد الجبار فهد فهد لناصر اللي عم بدخل على الباسكت وعم بيسجل واسست والهجمه كان بتضيع والريباوند للمنتخب السعودي وعم بنشوف اول فاست بريك للمنتخب السعودي لناصر وعم بيسجل ناصر لارون مره ثانيه لري عن الثري بوينتس عم بجرب اللاعب جاستن وعم بينجح بتسجيل ثلاثيه جديده لمنتخب لجاستن تحت السله وعم بيسجل بجمله تكتيكيه ولا اروع محمد المرواني السويلم سويلم بيطلع السله قوي سويلم وعم بيسجل نقطتين لسان ديف جاستن بجرب على الثري بوينتس وعم بيسجل اللاعب جاستن مصلحة منتخب الفلبين وفارق ثمان نقاط لكن خالد عم بيرد على جاستن يجرب مرة ثانية على الثري بوينتس وعم بيسجل برضه اللاعب جاستن منتخب الفلبين نسبته على خط الثري بوينتس عم توصل 55% خمس رميات ناجحة من أصل تسعة ورون مرة ثانية عن خط الثري بوينتس وعم بسجل ايضا لاعب ويليام نسبة عالية جدا لحد الان للمنتخب الفلبيني عن خط الثري بوينتس لكن سويلم بيرد عليه بسجل رون عم يجرب على الثري بوينتس رون وعم بسجل ايضا رون بلدوين بينزال انجيلو سويلم عم بلعب براحته وهيو ايضا عم بسجل ويليام لانجيلو اللي عم بيسجل انجيلو بتمريره ولا اجمل من اللاعب سانديف علي مرواني بده يكمل خالد عبد الجبار بجرب عند التو بوينتس عبد الجبار وعم بيسجل محمد الصقر لكن مقطوعه جورج لفيردناند لدويت اللي عم بيسجل بتمريره ولا اجمل انجيلو وعم بيسجل اللاعب جورج فيرديناند بجرب عن التو بوينتس فيرديناند وعم بيسجل اللاعب فيرديناند فيرديناند جورج جورج عم بيسجل من امام لاعب وراح يكون عنده فرصة لتنفيذ رميتين حرتين ويخلص الفارق رمي الحرة الأولى خارج السلة بنجح محمد سويلم رمي الحرة الثانية وعم بتحصل على الخطأ من اللاعب مصعب القاضي لينفذ رميتين حرتين يحاول تقليص الفارق قبل نهاية الربع الثاني من هذا اللقاء رمي الحرة الأولى خارج السلة
الرمية الحرة الثانية عم بنجح في تسجيلها محمد المرواني وبيخلص الفارق ل 13 نقطة 43-30. سام الريبان لخالد عبد الجبار لسويلم، سويلم تحت السلة وعم بلف سويلم وعم بيسجل نقطتين. دويت 2 بوينتس وعم بنجح تسجيلها فيردينان. وعم بنحسب نقطتين لمنتخب الفلبين. خالد عبد الجبار، خالد عم بكمل، خالد عبد الجبار وعم بسجل. شون دويت جاستن جوردن عن الثري بوينتس وعم بسجل لاعب جوردن. دويت جورج عن الثري بوينتس عم بسجل اللاعب جورج. محمد سويلم تحت السلة، محمد سويلم الحلة المنتخب السعودي وعم بسجل نقطتين أيضا خارج السلة وريباوند لمنتخب الفلبيني. سانديف عن الثري بوينتس وعم بسجل ثلاثية جديدة المنتخب. الرمية الحرة الثانية محمد آدم بيطلع فاست بريك للمنتخب السعودي. جاستن سانديف، جاستن عن الثري بوينتس، جاستن عم بيسجل اللاعب جاستن. ثلاثية جديدة لمصلحة منتخب الفلبين. فيردناند كارل دويت جاستن عن الثري بوينتس وعم بيسجل جاستن. تيرنوفر جديد غريب على المنتخب السعودي. سام لدويت اللي عم بيسجل نقطتين 2 بوينتس. مصعب عم بيسجل، مصعب وعن الثري بوينتس حد النهائي لناصر. ناصر تيرنوفر جديد لكن بيسترجعها واللاعب ناصر بده يكمل على الباسكت وبيسجل اللاعب ناصر نقطتين دويت. فيردناند كارل عن الثري بوينتس وعم بيسجل كارل ثلاثية جديدة لمصلحة منتخب الفلبين. دويت لأنجلو تحت السلة وعم بيسجل لاعب أنجلو. دويت راموس بيكمل على الباسكت و الريباوند اوفنسيف ريباوند للاعب جورج عم بيسجل تو وعم بيهدي اللعب وانتهاء وقت الربع الرابع وزمن اللقاء بفوز المنتخب الفلبيني 77-62. أبرز الإحصائيات لهذا اللقاء، أفضل مسجلين اللقاء اللاعب محمد سويلم 18 نقطة.